السلام عليكم اخوتي. دابا هذا هو الشاطئ ديال الاميرات، جمع بين صابلدور وبتيبالدور. بتيبالدور ها هو كيبان من هنا. الرملة فيه واعرة، اللي بغى يتبرونزا مع راسو كاين اتساع فين يتبرونزا. الطريق ديال بوزنايقة هاهي، طونوبيلات دايزنا ديال الطريق الساحلية تدي لكازا، بوزنايقة، الصخيرات وسير. هادشي كيما قلت لكم عاد تبنى جديد، هادشي عامين راه كاع مكانتش، طلع في ظرف عام ونص تقريبا. المشكلة دابا شوف الناس من دايزين كيخليو الطونوبيلات لهاد الجهة في وسط الديور، وتجي هاد المسافة كاملة عاد باش توصل لهنا لشط البحر. كاينة دخلة هي هادي اللي وريتكم، وكاينة دخلة من هنايا فين كاين هاد الناس هادو، تما كاينة دخلة. واخا تدخل ليه من هنا من جهة الطريق ديال بوزنيقة ما عندكش فين تحط طونوبيل تما كيما تتشوف. هنا تحط طونوبيل هنا ما كاينش. هاد البلاصة واخا كيبان ليكم فيها البودرون سادنها، دايرين بحال إقامات سادنهم بالباريال، ما تدخلش واخا تيبان لك البودرون حدا هاد الفيلات. شوف دابا الناس ها هادو اللي دايزين هنا، راه غادي الباركينغ ديال الطونوبيلات وعي في شارع، ماشي شي باركينغ كبير. مشكلة ديال الطوموبيل زعما فين توقف. نزيد نطلب من هنا. وي 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 عرفتي لا طحتي هنا مشيتي عرفتي بير ديال الصوت، الا طاح بنادم مشى ما جبتش. انا جالس هنايا في هاد البيصة، هاد الباراسول الخضر تما فين جالس. صعيب شوية على الدراري الصغار هذا ديال الأميرات، هاد لابلاص شوية صعيب على الدراري الصغار. شو الرايس فين كيصيد الحوت، هاهو فين شوف رامي الصنارة وجالس مع راسو. دابا راه جينا فيه كيعمر وفات الصباح كيعمر، دابا شفتها ديك مور الخمسة عاد يبدا يخوف. دابا هاد الأسبوع ديما كيعمر، مع ديك العشرة كيبدا يعمر ولا الحداش. الفيلات كاينين هنا، هنا فين خلينا الطونوبيل هنا الفوق تنكون غادي ونصور. يلاه نقص دابا، ياهيه